السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نستكمل شروحات مادة الفيزياء الطبية 105. معي أنا أسماء القيسي من كلية طب الأسنان دفعة 019. التشابتر هذا رح نحكي إحنا عن الداينامكس. الداينامكس هي العلم اللي بيربط عندي بين الفورس والموشن. ليش الفورس والموشن؟ لأنه أنا نتيجة وجود قوة رح أشوف حركة. في الطبيعة أنا ما بقدر أشوف عندي قوة، أنا بشوف ناتجها وهو حركة، تمام؟ التشابتر هذا شو رح يتضمن؟ رح يتضمن عندي تعريف الفورس، رح يتضمن عندي القانون الأول لنيوتن، القانون الثاني والقانون الثالث، بعدين رح نتعرف على مفهوم اسمه النورمال فورس، بعدين بدنا نحل بروبلمز على هالتشابتر. طبعاً رح نعتمد على الكتاب بشكل رئيسي عشان الطالب يكون عارف شو الأشياء المهمة منه في الكتاب. هسا بدنا نحكي عن الحركة. أنا مشان أوصف حركة جسم، مشان أوصف الحركة تبعه لازم أكون عارف الفيلوسيتي والأكسيليريشن، تمام؟ نيجي لتعريف القوة. القوة هي فيكتور كوانتيتي، فيكتور كوانتيتي. شو يعني فيكتور؟ تحتاج عندي ماجنيتيود، بتحتاج دايركشن. ليش؟ هاي مثلا أنا عندي هاي العرباية وأنا بدي أجر هاي العرباية، لما أجر هاي العرباية لازم أثر عليها في قوة. طب هاي القوة هل رح تكون من هاي الجهة أو هل رح تكون هاي الجهة في هاي الزاوية؟ رح نلاحظ إنه أنا مثلت القوة في سهم، وإحنا بنعرف دائما إنه الكميات المتجهة هي اللي بمثلها في سهم. ليش بمثلها في سهم؟ عشان أنا أعبر عن اتجاهها. طبعا في عندي خيارات كثيرة، فأنا مشان أوصف حركة، مشان أوصف مقدار القوة أو أوصف القوة اللي بتأثر على الجسم لازم أكون عارفة اتجاهها ولازم أكون عارفة مقدارها. هسا أنواع القوة. أنواع القوة في عندي الكونتاكت فورس وفي عندي الفيلد فورس، زي الفورس أوف جرافيتي. الكونتاكت فورس لازم يكون في عندي جسم بيأثر على جسم ثاني، يصير في عندي تلامس، مشان يصير في عندي يا بول يا بوش، تمام؟ أما لما أحكي عندي Force of Gravity، Force of Gravity هو لازم يكون في عندي جسم موجود ضمن مجال لجسم ثاني. مثال عليها الجرافيتي، مثال عليها القوة المغناطيسية أو القوة الكهربائية. إذا كان في عندي Object at rest، تمام؟ الجسم ساكن، أنا مشان أحرك الجسم وأشوفه بيتحرك حكينا إنه الحركة هي نتيجة شو؟ نتيجة إنه أنا exert force على الجسم، إني بذلت قوة على هالجسم، تمام؟ الforce is needed to accelerate an object from zero velocity to non-zero velocity، تمام؟ هسا حكينا إنه ال velocity هي تغير في الموقع، تمام؟ هي برضو شو؟ كمية متجهة، نفس القوة. هسا القوة ممكن شو تسوي عندي؟ القوة ممكن تكون إنه الجسم ساكن وتحركه، أو الجسم بتحرك في سرعة ثابتة وتخليه يتسارع، أو الجسم أصلاً بيتسارع وتخليه يبطل يتسارع، توقفه مثل قوة الاحتكاك مثلاً، أو إنه شو تسوي عليه؟ تغير من مقداره أو اتجاهه بالنسبة للأكسيليريشن. هسا بدنا نشوف انه القوة بترتبط ارتباط وثيق في شو؟ بترتبط عندي ارتباط وثيق في الاكسليريشن، تمام؟ فاصلا حسب قانون نيوتن الثالث انه الفورس عندي بتساوي عندي الماس ضرب الاكسليريشن، تمام؟ هاي الماس كتلة الجسم، كل ما زادت كتلة الجسم زادت عندي مقدار القوة اللي أنا لازم أأثر عليها مثلاً مشان أحركه في تسارع محدد. أو ممكن أحكي كل ما زاد تسارع الجسم بتزيد عندي القوة اللي مثلاً بدي أأثر عليها مشان أوقفه، بس إنه العلاقة طردية بينهم كلهم، اللي هي القوة مع الماس والقوة مع الأكسليريشن، بس لازم أثبت واحد منهم. بس مشان أنا أطلع وحدة قياس القوة، وحدة قياس القوة الماس، شو وحدة قياس الكتلة؟ كيلوغرام ضرب. شو وحدة قياس التسارع؟ متر بير سكند
square. هاي نفسها الوحدة الكاملة، هاي كل الوحدة الكاملة بتساوي عندي نيوتن بالنسبة للعالم اللي درس عندي القوة وهو نيوتن. تمام. هسا أنا مشان أحسب مقدار القوة الماجنتيود أو السترينغ تبعت هاي القوة we use السبرينغ سكيل. طبعا في هذا الكورس ما رح نتعمق في آلية عمله، بس إنه بنحكي إنه الأداة اللي أنا بستخدمها هي السبرينغ سكيل. إذا ما بتعرفوا الميزان النابضي نفسه، قبل ما نبلش في قانون نيوتن الأول، في عنا شغلة لازم نحكيها. تمام، شوي نمسح اللي كتبناه. تمام، الشغلة اللي لازم نعرفها إنه قانون نيوتن الأول سموه اللو أوف إنيرشيا. شو قانون القصور؟ هسا قانون نيوتن الأول ما بينطبق عندي على كل الأنظمة، يعني أنا ما بدرسه في كل الأنظمة، لازم يكون في عندي أنظمة محددة أدرس فيها. أول إشي في عندي ال في عندي الإشي اللي بنسميه الريفرنس فريم. تمام، ريفرنس فريم في عندي نوعين، خلينا نرتب الشاشة مشان نعرف شو من نوعين بدنا نحكي عنهم، لأنهم عكس بعض وكل واحد بينطبق، يعني واحد بينطبق عليه قانون نيوتن الأول وواحد ما بينطبق عليه قانون نيوتن الأول. بداية قبل ما نبلش مشان أحكي لكم المعلومة المهمة، من أيام المدرسة إنه قانون نيوتن الأول بيحكي لنا إنه الجسم الساكن يبقى ساكن، الجسم المتحرك في سرعة ثابتة يبقى كذلك، ما لم تؤثر فيه قوة تغير من مقداره أو اتجاهه. شو معناها؟ معناها إذا كان في عندي جسم ساكن في حاله، هذا الجسم رح يضل ساكن، تمام؟ إلا إذا إجت قوة وأثرت عليه، تمام؟ حكينا لما تيجي قوة تأثر عليه رح تتغير الحالة الحركية للجسم، ومثلا يتغير من السكون، velocity بتكون عنده صفر، لا مثلا velocity عنده أربعة. هيك أنا غيرت من الحالة الحركية للجسم، كان ساكن صار متحرك. وعرفنا إنه نتاج وجود القوة هي الحركة الموشن. تمام. هسا حكي عن الجسم الساكن يبقى ساكن، المتحرك في سرعة ثابتة يبقى كذلك، يعني الجسم كان على طول الطريق سرعته أربعة وهون سرعته أربعة، متحرك شوف سرعة ثابتة، يعني شو مش متسارع، تمام، سرعته أربعة. إجا الجسم صارت سرعته خمسة، شو استنتجت هون؟ تغير الحالة الحركية للجسم حكالي إنه في عندي هون إشي اسمه قوة. فمشان هيك إذا صار في عندي تغيرت الحالة الحركية للجسم بيكون في عندي نت فورس، إذا ما تغيرت الحالة الحركية للجسم ما بيكون في عندي فورس. إن شاء الله تكون واضحة. هسا نحكي لكم عن الريفرنس فريمز اللي أنا بطبق عليهم قانون نيوتن الأول. حكينا أنه هو قانون القصور. ليش قانون القصور؟ لأنه الجسم بيكون قاصر عن تغيير حالته الحركية بنفسه، تمام، اللي هي low of inertia. هسا في عندي reference frame، في عندي الانيرشيا، الانيرشيال اللي هو الأول، بيكون في عندي هاي النظام معزول، تمام، في مثلا عندي كرة معلقة، هاي الكرة شو مالها؟ معلقة بشكل عمودي vertical، طب أنا لما شفتها عمودية استنتجت إنه شو؟ إنها هاي الكرة إيش؟ يا إما إنها ساكنة السرعة تبعتها بتساوي الصفر، أو إنه تتحرك في سرعة ثابتة v constant. تمام. فبحكي هذا النظام إما بيكون عندي
at rest or moving in constant velocity. يعني هذا النظام مش متسارع. فبحكي بما أنه هو بشكل عمودي وفيش أي قوة بتأثر عليه، هذا النظام بينطبق عليه law of inertia. تمام، تزبط عليه قوانين نيوتن. بس مثلا عندي نظام ثاني، هذا النظام بطلع عليه بشوف الكرة ثابتة بس هي ما يلف زاوية. بما إنها ما يلف زاوية فأنا بحكي إنه تسارع هالنظام مش صفر، هالنظام بتسارع وهاي الكرة إلها سرعة، معناته شو؟ في قوة بتأثر على هالجسم. هاي بسميها الأكسيليريتد فريم، هاي بسميها إنيرشيال إنيرشيال. تمام، هاي أكسيليريتد. تمام، هل accelerated frame قوانين نيوتن ما بتزبط عليه، بس لازم نلاحظ انه هاي الزاوية برضه ثابتة مش انها بتتغير. هاي المعلومة كان لازم نعرفها. هسه خلينا نرجع للكتاب. تمام، هسه رح نحكي الحكي كيف توصلوا اجى نيوتن وتوصل لقانونه الاول. بداية ما توصل لحاله، اول اشي كان في عندي الارستوتل اللي هو ارسطو. شو صار يحكي أرسطو؟ حكى لنا أرسطو إنه the natural state of an object was at rest. أي natural state of an object هي الرست. تمام، and force was and a force was believed necessary to keep an object in motion. تمام، حكى لنا أرسطو إيش معنى هالحكي؟ إنه الحالة الحركية للجسم هي السكون، والقوة بتيجي وبتخليه يمشي في سرعة ثابتة. تمام، إجا وراء بعد كم من سنة، 2000 سنة، إجا قليل حكالي لا، أنا الحالة الحركية للجسم هي مش إنه يكون at rest، إنه بيمشي في سرعة ثابتة. تمام، constant velocity. طبعا هالكلام مش كثير مهم تعرفوه، بس إنه مشان نعرف كيف توصلوا له. هي الكونستانت فيلوسيتي ومش الريست. طيب، مشان نفهمها بيحكي لنا انه الفكرة، تقرأوها لحالكم بس احكي لكم الفكرة. بيحكي لي انه انا اذا بدي امشي جسم على سطح رف، يعني شو معلو خشن، رح احتاج مقدار محدد من القوة. طيب، اذا كان هذا السطح اقل خشونة أملس، رح أحتاج مقدار أقل من القوة. إذا حطيت على هذا السطح أويل، رح أخليه بسرعة يمشي، بالتالي رح أحتاج مقدار أقل وأقل. وإذا حكيت إنه أنا ما عندي أي، يعني اعتبرت إنه السطح مثالي وما عندي عليه فريكشن، ما رح أحتاج أي قوة مشان أمشي. تمام، يحكي لي إنه استنى أدور عليها. المهم بيحكي لي انه اذا كان عندي سطح ما فيه فريكشن، القوة اللي انا بحتاجها مشان امشي رح تكون زيرو. ليش؟ لانه كان معتبر اصلا الحالة الحركية للجسم الاصلية انها سرعته ثابتة. تمام، اجا خلينا نعيدها. اجا ارسطو حكى لي انه الحالة الحركية للجسم هي ساكن والقوة بتيجي بتحركه في سرعة ثابتة. اجا قال لي، حكى له لا، انا الحالة الحركية للجسم هي انه يكون يمشي في سرعة ثابتة، وانا بعرف انه انا مشان اسوي بوشينج للجسم على رف سيرفس راح احتاج كمية من القوة. اذا انا بدي احركه في نفس السرعة كان السطح أملس رح أحتاج قوة أقل، إذا حطيت زيت رح أحتاج قوة أقل وأقل، وإذا حسبت إنه ما في فريكشن ما رح أحتاج قوة. يعني لما يكون في عندي زيرو نو فورس رح يتحرك الجسم عادي. تمام، إجا نيوتن وجمع لي كل هالأشياء في قانون واحد. تمام، اللي هو نيوتنز فيرست لو أوف موشن. يحكي لي إنه every object continues its state of rest or uniform velocity in straight line as long as no net force acts on. بحكي لي انه الجسم رح يضل ساكن، والجسم رح يضل او انه الجسم رح يضل يمشي في سرعة ثابتة طول ما انه ما في عندي force applied on.
معناها الجسم قاصر عن إنه يغير حالته الحركية في نفسه. إذا كان في عندي قوة ممكن تغير حالته الحركية من ساكن لمتحرك أو متحرك بسرعة ثابتة لمتسارع. نشوف التمرين اللي هي conceptual exam، إنه بس مشان أفهم أنا الكونسبت أشوف حالي فاهم أو لا. بيحكي لي school bus comes to a sudden stop، تمام؟ كان بيمشي هالباص وفجأة توقف. احنا بنعرف انه لما فجأة توقف اصلا بيحكونا انه ضلوا ماسكين مثلا في الباص في الأدين او تثبتوا او البسوا حزام الامان. ليش؟ انه انت رح تمشي نفس سرعة الباص اللي انت كنت ماشي فيه، فيش اشي يوقفك انت، فانت رح تضل ماشي في السرعة اللي انت ماشي فيها. بس في اشي يوقف شو؟ الباص. الباص توقف بس انت حالتك الحركية مش ملاحظ انه انت بتتحرك في سرعة، بس انت فعليا بالنسبة لا، النظام اللي حواليك انت بتتحرك في نفس سرعة الباص، فانت راح تضل تتحرك في نفس سرعة الباص. بيحكي لي الإجابة it isn't force that does it، انه انت ما كنت ساكن مثلا فجأة تحركت. طيب او ايش نكمل قراءة السؤال؟ بيحكي لي انه all of the backups on the floors start to slide forward لقدام. طيب ليش؟ انه احنا بس وقفنا الباص، ليش الشنات اللي تحركت؟ زي ما حكيت لكم اصلا ليش حزام الامان بحطوه، مشان يخففوا من السرعة اللي انت ماشي فيها فيما اذا لو الباص وقف فجأة. فبيحكي لي انه it isn't force that does it، انه مش قوة اجت وحركتك انت، لا. by Newton's first law the backups continue the backpacks حكيتها غلط. المهم continue their state of motion maintaining their velocity، نفس ال velocity تبعتهم بيتحركوا فيها. فبيحكي لي انه slow down if a force is applied such as friction with the floor. احنا مثلا لما انت تكون قاعد في باص او في سيارة وفجأة السيارة توقف، حكينا انه بصير جسمك يندفع للامام. ليش؟ لانه رح يتحرك بنفس السرعة اللي كان الباص متحرك فيها، تمام؟ فبيحكي لك انه اذا جبت انت force applied، تمام، مثل الفورس اللي بيعطينا اياها حزام الامان، فانا راح اقلل مقدار السرعه تبعتي. وبالنسبه للشنات اللي كانوا على الارض، شو راح يصير فيهم؟ برضه لو كان في عندي فريكشن راح تخفف من السرعه اللي بيتحركوا فيها. طبعا هون بنحكي عن الانيشال ريفرنس فريمز اللي انا شرحتها اول ما بلشنا في الكونسبت. يحكي لي انه حسب قانون نيوتن الاول، انه هالقانون ما بينطبق عندي على كل الأنظمة، تمام؟ زي نظام الباص مثلا، الباص اللي هسا كنت احكي عنه، لما الحقيبة لما الباص وقف والحقيبة كملت في سرعة، هذا الباص كان accelerating، تمام؟ لما وقف الباص كانت عندي الشناتي بتتحرك، معناته هاي الشناتي عم تتسارع، فبالتالي هي بصير إلها accelerating. فهاي الـ accelerating reference frames ما بينطبق عليهم قانون نيوتن. ليش؟ لأنه فعليا أنا ما طبق، يعني الشناتي ما تحركت لأنه في قوة حركتهم، الشناتي تحركت لأنه أصلا هي كانت تتحرك في نفس سرعة الباص، فلما الباص توقف هم كملوا حركة في نفس السرعة. أما الفريمز اللي بينطبق عليهم هالإشي هم الانيشيال ريفرنس فريمز. وبس هسا ندخل على الماس، تمام. هسا نيجي نحكي عن الماس. معظم الدكاترة لما يجي يشرحوا لكم الماس، أول سؤال رح يسألوكم إياه هو عن التعريف اللي إحنا أخذناه في المدرسة، واللي رح يكون غلط أكيد، إنه هو الحيز اللي تشغله الجسم من مادة، وهالإشي غلط، تمام؟ الماس كتعريف فيزيائي مش كيميائي. الماس هي measure of inertia of an object، هي مقدار ممانعة أي جسم. بيحكي لي هي property of an object that specifies how much resistance an object exhibit to change its velocity. الvelocity إما رح تكون عندي motion أو state، تمام؟ أو ممكن أحكي عنها measure of inertia، يعني هي إلها تعريفين، يا بحكي إنها measure of inertia يا هي resistance of motion، مقاومة الجسم للحركة، كل ما زادت الماس زادت مقاومة للحركة، أو هي measure of inertia وهي شو؟ خصيصة من خصائص الجسم.
طبعاً هي حكينا إنه الـ quantity of matter هذا مش التعريف الفيزيائي. تعريف الفيزياء إنه هو measure of inertia of an object. تمام؟ The more the mass of an object has, the greater the force needed to give a particular acceleration. ليش؟ لأن أصلاً حكينا القوة بتساوي m في a. كل ما زادت الماس زادت عندي مقدار القوة مشان أنا أغير من حالتي الحركية. إذا زاد عندي كتلة جسم الماس بيكون في عندي hard to start it moving from rest، أنا لازم أعطيه قوة أعلى مشان أنا أحركه من الرست، أو بيكون عندي harder إني أنا أوقفه، أو بيكون عندي harder إني أنا أغير من سرعته. تمام؟ وحدتها كيلوغرام. مشان أنا بنفس يعني الماس والويت بكتير ناس بيخربطوا فيهم. تمام؟ هسا الماس هي خصيصة للجسم، أما الويت هي مقدار قوة جذب الأرض للجسم. لما تزيد عندي الماس بزيد عندي الويت. تمام؟ مشان أفرق بينهم بيحكي لي إنه الماس هي بروبرتي للجسم. تمام؟ وين يعني وين ما رحت على أي نظام كتلة الجسم رح تضل نفسها. تمام؟ measure of an object inertia or quantity of matter، مقدار المادة ما رح يتغير مثلا من الأرض للقمر. تمام؟ الweight هو بيعتمد عندي على هي pull of gravity of an object، مثلا الجاذبية في الأرض غير عن الجاذبية في القمر. تمام؟ فالweight بيكون لنفس الجسم مختلف. تمام؟ بيحكي لي إنه the object will weight only about one sixth as much as it did on Earth. إذا راح على المون أقل منها بيكون قوة الجذب، فبالتالي بيكون الوزن أقل. Force of gravity is weaker. بس الماس حكينا بضل نفسها. ليش؟ لأنها هي property للجسم. تمام. طيب بس حكينا انه قانون نيوتن الاول اجى بيحكي لي انه الحاله الحركيه للجسم بتضل ثابته اذا ما في عندي نت فورس. تمام؟ اذا كان ريست بضل ريست، بتحرك بسرعه ثابته بضل بتحرك بسرعه ثابته. اجى قانون نيوتن الثالث يحكي لي لا، انا في عندي نت فورس، النت فورس هاي رح تاثر على الاوبجكت. اذا كان ريست رح تحركه في فيلوسيتي، اذا كان بيمشي بسرعه ثابته ممكن يزيد عندي من مقدارها ويصير في عندي acceleration، ممكن يضل يمشي بسرعه ممكن يغير عندي من اتجاه السرعه وهيك بيكون برضو acceleration. تمام؟ النت فورس هي causes acceleration من وراء هذا القانون. تمام؟ relationship between acceleration and force بحكي لي إنه أنا بدي مثلاً أدز عرباي. تمام؟ أو أجر عرباي، في عندي فريكشن وأنا بهمله بحكي. فأنا بحكي إذا جريت هاي العرباي عن طريق constant force أنا رح أغير من سرعتها. تمام؟ إذا زدت هاي القوة رح يزيد عندي التسارع بمقدار محدد. إذا زدت القوة مرتين رح يزيد عندي التسارع مرتين. إذا زدتها ثلاث مرات رح تصير عندي التسارع ثلاث مرات. بس بيحكي لي إنه انتبه إنه الـ acceleration is directly proportional to the net force. تمام؟ هاي هسا حكيناها، وإنه إذا زدت القوة مرتين بتنزل عندي التسارع مرتين وكذا. بس لازم تعرف إنه برضو الـ acceleration depends on the mass of an object. يعني أنا لما بدي أحرك object الماس تبعته قليلة بحتاج قوة أقل. بالتالي إذا جبت مثلاً قوة مقدارها 5، تمام؟ ماس كان مقداره 1 وماس كان مقداره 2 وجبت قوة 5. بس الأكسليريشن لما أجيب أنا قوة مقدارها 5 على ماس مقدارها 1 رح يكون مثلاً نحكي 5 بس. هاي الأكسليريشن بس إذا جبت عندي قوة مقدارها 5 وحطيت على ماس مقدارها 2 رح يكون في عندي التسارع 2.5. معناته أنا لما زدت الماس التسارع قل عندي. هذا هو قانون نيوتن الثاني. بيحكي لي إنه the acceleration of an object is directly proportional to the net force. The acceleration directly and inversely proportional to object mass.
هاي الأكسليريشن تناسب عكسي مع الماس، واحد في البسط، هاي واحد في البسط وواحد في المقام. تناسب طردي مع الفورس، الفورس في البسط والأكسليريشن في المقام. The direction of the acceleration is the direction of the net force. أصلاً إحنا بنحكي جسم بيتحرك، هاي الموشن تبعه، تمام؟ معناته هاي الأكسليريشن تبعه، الموشن أكسليريشن، تمام؟ معناته القوة النت فورس اللي أثرت فيها برضو في هالاتجاه. طبعاً عشان بينا إنه أنا كيف ممكن أجيب وحدة قياس القوة من هالقانون، بيناها في السابق، حكى لي إنه القوة شمالها كمية متجهة، تمام؟ بما إنها كمية متجهة، أنا بحكي التسارع، إذا كان عندي التسارع في زاوية، تمام؟ بيتسارع الجسم في زاوية، فأنا في عندي بما إنه التسارع الأكسليريشن كمية شو متجهة، فأنا لازم أحلل هلا مركبة سينية هاي X، مركبة صادية هاي Y، بتصفي عندي الفورس بتساوي الفورس X بتساوي M A X M أو A X، الفورس Y بتساوي M في A Y. بجيب ال، وطبعا إذا في زد نادر ما يجيبه، فيش أصلا عندنا في المنهاج إشي زي هيك، ما في أمثلة بتيجي إنه القوة طالعة من الورقة أو داخل الورقة، بس إنه بنتج عندي من هالعلاقة مركبة سينية للقوة، مركبة صادية للقوة. بروح على فيثاغورس بحكي هاي اف اكس لكل تربيع زائد اف واي لكل تربيع، هاي بتساوي عندي اف الكلية، تمام؟ اللي هي النت. طبعا هاي التحويلات بتحبوا تقرأهم اقرأهم، بس يعني أشياء بديهية. وبيحكي لي هون في الأنظمة إنه نيوتن شو بتساوي، هاي هم تلخيص الجدول، بس ما جابوا زيهم. طيب نشوف شو بيحكي هون. كمل معكم حد ما وصلنا. سبيحكي لي إنه النظام المعتمد اللي هو الـ SI، تمام؟ في الـ SI لازم تكون عندي الكتلة شو في الكيلوغرام، والقوة في نيوتن، والـ acceleration متر بير سكند سكوير، لازم كلهم يكونوا مع بعض نفس القانون بهاي الوحد عشان أقدر أستخدم القانون اللي بناسب، تمام؟ هسا بنحكي إنه بيحكي لي أنا لو مثلاً أعطيتك for example if there is a force، الفورس عندي 2 نيوتن، شوي تمام، بيحكي لي إنه الماس 500 جرام، الماس بتساوي 500، بس 500 شو؟ ننتبه 500 جرام، أنا مشان أطبق أي قانون لازم أحولها لشو؟ لكيلوغرام. من جرام لكيلوغرام أقسم على 1000، وبيطلع عندي نص كيلوغرام، 2.5 بشيل الفاصلة بحط هاي، شوف 20 بتصير 20/5.4. الفكرة بس إنك تحول. هسا رح أحل جنب المثال مشان ما نتنقل بين الصفحات، تمام؟ يحكي لي force to accelerate a fast car، estimate بدك تتوقع تقدر the net force، النت فورس هي المطلوب، بروح بحط على جنب الفورس مش عندي، هي من السؤال هو حكي لي بده الفورس، تمام؟ to accelerate في المثال الأول A بيحكي لي إنه الماس اللي بدك تسوي لها acceleration 1000 كيلوغرام، 1000 كيلو هاي شو الماس، و at half of g، شو half of g؟ اللي هي الجرافيتي. الacceleration رح يكون في عندي نص
جي شو جي هي تسارع الجاذبية الأرضية، المفروض 9.8 بس أنا رح أحط 10 لأنه هو حكالي استيميت، فنص العشرة 5، فنروح بحكي فورس بتساوي ام في اي، ام 1000 في 5 5000 نيوتن. هاي حالنا طلع صح. هسا فجزء بي بيحكي لي انه انا عندي 200 جرام، تمام، هاي 200 جرام، هاي شو الماس، بدي احولها ل كيلوغرام بقسم على 1000 بصير في عندي 2 في العشرة. بيحكي لي على نفس التسارع فبحكي 2 في العشرة اسفين ضرب كم طلعت التسارع قبل، نص جي اللي هي نص العشرة 5 وتساوي 5 هاي على 10 المفروض 1 نيوتن. هيك بيكون خلص المثال. تمام، آخر مثال في هالسكشن بيحكي لي force to stop a car، بيحكي لي what average of net force. أول إشي المجهول عندي الفورس زي المثال السابق، بس هذا رح يكون فيه أعلى تفكير، ما تطلعوا على الحل، إحنا بدنا نطلع لحالنا عن حل لحالنا. طيب بيحكي لي إنه to bring 1050 كيلوغرام كار، بحكي الماس اللي عندي إياها 1500 كيلوغرام جاهزة ومحولة، تمام. تورست هي كانت تمشي في سرعة وانت بدك تخليها ساكنة، from a speed بحكي ال V1 تبعيتي بتساوي 1000 كيلومتر per hour within a distance of 55 متر. ال distance بتساوي عندي 55 متر. تمام، هسا أنا مشان أول إشي الماس ما إلي دخل فيها، أنا بدي أطلع التسارع مشان أعرف أطلع القوة. أول قانون بكتبه وبحكي F بتساوي M في هاي ضرب طبعاً التسارع مش عندي، بدي أروح أجيبها شو من قوانين الحركة العادية. شو بروح بحكي؟ شو في عندي قانون بيجمع عندي الدستنس مع V1، هاي المعطيات اللي عندي الدستنس موجودة، V1 موجودة V2 لأنه أنا بدي أوقف السيارة رح تكون عندي زيرو، تمام. إيش في عندي قوانين؟ بحكي إنه V2 سكوير بتساوي V1 سكوير زائد 2AD، تمام. V2 السرعة النهائية زيرو، V1 طبعا احنا هذا المثال حليناه على جنب لأنه فيه وسع، بس الأمثلة الجاي ما بنحلها على جنب. V1 إنه أنا عندي السرعة 100 كيلومتر في الساعة، بس أنا بما إنه عندي الدي في المتر لازم أحولها متر لكل ثانية، شو بروح بحكي على جنب، هاي نحطها هون أو لا، شو بنحكي إنه أنا عندي 100 كيلومتر لكل أور، كيلومتر بدي أحولها لمتر، فبحكي الواحد كيلومتر كم بيساوي 1000 متر، تمام. الون أور كم سكند، الساعة فيها 60 دقيقة في 60 ثانية 3600، صفرين بروحوا مع صفرين بتصفي عندي الناتج النهائي على الآلة الحاسبة 27.8. هاي شو؟ هاي ال V1، تمام؟ حكينا V2 سكوير بتساوي V1 سكوير زائد 2DA، هاي زيرو بتساوي V1 سكوير اللي هي 27.8 لكل سكوير زائد 2، الدي كم عنا؟
55 هاي ضرب طبعا في ايه طبعا لانه الجسم شو انا لازم اعرف انه الناتج رح يطلع معي سالب ما رح احط الاشاره هسه تمام الناتج لازم يكون طالع معي سالب المهم شو رح نسوي نحكي 2.7 27.8 per square بتساوي عندي سالب 2 في 55 في a تمام اقسم على 2 ضرب 55 اقسم على 2 ضرب 55 بيطلع عندي الاكسلريشن سالب طبعا لازم يطلع سالب 7 هاي السالب طبعا بقسم عليها طلع معي سالب 7 كيف تأكدت انه حلي صح انه طلع معي اشارة سالب ليش لانه الجسم بيتباطأ هسا الفورس اللي انا بدي اياها بتساوي عندي الام ضرب اي الام 1500 اتوقع ضرب اي اللي هي سالب 7 الفورس سالب شو يعني السالب عكس اتجاه القوة تمام بيحكي لي the force must be exerted in the direction of opposite of the initial velocity which was negative sign احكي لي انه ليش طلعت معي القوة السالبة القوة السالبة معناها انها عكس اتجاه الحركة الاصلي وبس تمام نشوف ايش في معلومات مهمة يعني نحكيها في الكتاب بيحكي لي انه السكند لو نفس الفيرست لو لازم يكون في عندي بس الانيشيال ريفرنس فريمز طبعا ليش قانون نيوتن الثاني برضه لازم يكون في عندي انيشيال لانه بيحكي لي مثلا نرجع لمثال الباص اللي حكينا عنه حكينا انه الجسم تحرك مع انه فيش قوه اصلا بتاثر عليه معناته ما بينطبق عليه قانون نيوتن الثاني